احب اكلمكم على جراحات المناظير. احنا سنه 2019 العالم كله اصبح يتجه بكل قوه الى جراحات المناظير في شتى المجالات. الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا في جراحات المناظير جراحات السمنه المفرطه، ان مريض السمنه المفرطه ده جرح بتاعه عرضه الى مشاكل كبيره وعرضه ان هو يجي له حاجه اسمها فتق جراحي ويحتاج عمليات تاني بعد كده، فجراحات المناظير عملت ثوره في جراحات السمنه المفرطه. الحاجه الثانيه المهمه جدا والناس ممكن كتير ما تبقاش مستوعبه ان ده بيحصل هي جراحات المناظير للاوراق. مفيش ورم في الجسم ما تدخلش في جراحات المناظير واصبح دلوقتي بيتعمل بالمنظار بدل الفتحات الكبيره الجامده اللي بيعاني منها المريض فتره طويله جدا ومشاكل الجروح وتأخير إن المريض يروح ياخد علاج كيماوي. كل عمليات الأورام دلوقتي بتتعمل بالمنظار، هو أكننا بنشتغل تحت الميكروسكوب بتكبير 20 ضعف، إضاءة ممتازة جدا. فالكلام اللي كان بيتقال زمان إن إحنا ما بنشوفش كويس، لا، حقيقة الأمر إن الجراحة عن طريق المنظار إحنا بنشوف أحسن من الجراحة عن طريق الفتح، لأن الكاميرا بتبقى داخلة جوه خالص ملاصقة للحتة اللي إحنا بنشتغل فيها وفي إضاءة قوية جدا وتكبير 20 ضعف، فبيبقى الرؤية أكثر من ممتازة. وعلى هذا النتائج في علاج الأورام بالمنظار أصبحت إن لم تكن أحسن فهي على أقل تقدير زي الجراحة المفتوحة بالظبط، مع كل مميزات المنظار: قلة الألم، سرعة التعافي، مفيش جروح كبيرة، مفيش مشاكل في الجرح، المريض يقدر يروح بسرعة ياخد استكمال العلاج الكيماوي بتاعه أو العلاج الإشعاعي بتاعه. كل دي مميزات هائلة جدا بيوفرها لنا المنظار. شكرا.